احنا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دي حركات اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يمكن النهاردة في المجلس بتاعنا، مجلس العلم اللي اتفقنا عليه كل يوم في العشر الأوائل من ذي الحجة، مسيطر عليا معنى عايز أشارك حضراتكم فيه. المعنى ده كان هجم عليا من حوالي 5 سنين وأنا بصلي التراويح في الجامع في رمضان. معنى مرتبط بسورة الرحمن. بس قبل ما أقول لحضراتكم على المعنى ده، خليني الأول أفكر حضراتكم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي كان بيجبر فيه خاطر كل إنسان قاعد يذكر ربنا. إحنا دلوقتي في مجلس بيسموه العلماء مجلس علم أو مجلس ذكر، بنذكر فيه ربنا مع بعض. وعلى فكرة العلماء أفتوا بفكرة إن أنت لو قاعد بتتفرج على الكمبيوتر أو على التلفزيون على حد بيكلمك عن ربنا، أنت كأنك قاعد في مجلس علم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الإنسان لو بيذكر ربنا بيسبح التسبيحات الطبيعية، الله بيذكره في نفسه العلية الشريفة، شرف كبير قوي. ولو احنا بنتكلم مع بعض عن ربنا، ده اسمه الملأ، مجموعة من الناس بتتكلم عن ربنا، أو مجموعة من الناس بتسمع حد بيكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى، ده اسمه كده ذكر الله في الملأ. لو عملنا كده، الله الآن، وأنا مستعد أحلف لأن أنا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام، الله بيذكرنا في الملأ الأعلى. لما الروح تطلع، لما الإنسان يموت والروح تطلع عند ربنا، ستفاجأ إن الناس عارفة اسمك. عارفة اسمك منين؟ من كم مجالس الذكر اللي أنت قعدت فيها، فالله ذكرك في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى في سيدنا جبريل، وفي الأنبياء اللي سيدنا النبي شافهم في المعراج، وفي الملائكة المقربين من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الإنسان لما بيموت، الملائكة اللي بتكتب حسناته وسيئاته بتقول: جزاك الله عنا خيرا، فكم من طاعة أحضرتنا معك، وكم من مجلس ذكر أشهدتنا معك. الإنسان لما بيموت الملائكة بتشكره على المجالس اللي حضروها، لأنه كان بيحضر المجالس دي. عشان كده احنا كل يوم في العشر الأوائل بنتقابل في المجلس القصير ده. المعنى اللي مسيطر عليا النهاردة، عارف لما يكون، أضرب لك المثل الأول، عارف لما يكون في محل عايز يجذب الزباين فيطبع منيو، المنيو ده مليان كلام عن أصناف متعددة ترضي جميع الأذواق في المحل ده، بحيث إن اللي بيقرأ المنيو ده ينجذب للمحل ويبقى مبسوط، يبقى عايز يخش. طيب صاحب المحل لو ما باعش هيروح معهوش فلوس، هيأكل أهله إيه؟ فهو اللي مستفيد منك. لكن ولله المثل الأعلى. انت قريتها بكده سورة الرحمن؟ قريت كم التعدد اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الرحمن عن صفات الجنة؟ تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ الكلام عن الجنة في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. حلوة قوي، جنة، والناس عارفة ان الجنة دي حاجة حلوة. لكن من الآية ولمن خاف مقام ربه جنتان، دي الآية 46 لغاية الآية 78 ربنا بس بيتكلم عن الجنة: ذوات أفنان، فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، طبعا مش بقول الآيات بالترتيب، فيهما عينان نضاختان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني الحشو بتاع الكرسي استبرق يعني حرير. أما السرير نفسه أو الكرسي نفسه من بره عامل إزاي؟ الحشو اللي بيبقى ليف عندنا وسست وحاجات كده ممكن مبقاش ليها قيمة، أصلا حرير. أما من بره ربنا سبحانه وتعالى ما وصفوش لأنه ميخطرش على بال حد: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الزرع قريب منك مضلل عليك. آيات كتيرة، أكتر من 30 آية ربنا بيوصف في الجنة. ولله المثل الأعلى، زي اللي عامل عزومة بيقول لك هأكلك وأشربك وأبسطك وتستريح. وعلى فكرة الآيات فيها من النعيم المادي اللي عايز ياكل وينبسط ويخرج ويتفسح، وفيها نعيم معنوي، الراحة النفسية ورؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. وفي الآخر ربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعلى فكرة دي من أجمل الآيات، كأن ربنا بيقول: إذا كنتوا أنتوا كنتوا كويسين وتعبتوا عشاني، مش ممكن أسيبكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان كده ما تستغربش
إن علماء كتير في كتبهم على رأسهم مثلا ابن القيم في كتاب الفوائد لما يقول ليس العجب من عبد فقير يتقرب إلى رب كبير، ولكن العجب من رب كبير يتحبب إلى عبد فقير. العجب الحقيقي إن ربنا هو اللي يطلب رضاك، إن ربنا هو اللي يفرح برضاك. رضاك إيه؟ رضاك عنه. أنت كل يوم الصبح وبالليل في أذكار الصباح والمساء بتقول رضيت بالله ربا. يا سلام، يعني أنا النهاردة لما أقول على فكرة أنا راضي عن ربنا، هو ربنا يفرح لما يسمع منك إنك راضي عنه. بل إن ربنا لما حب يمدح الصحابة المهاجرين والأنصار والناس الطيبين اللي زي حضراتكم كده اللي تابعوهم بإحسان ليوم الدين، مدحهم إن هم راضين عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكأن ربنا سبحانه وتعالى لما حب يمدحك مدحك إنه راضي عنك، مش بس كده، وإن أنت كمان راضي عنه. على فكرة ده معنى اسم الله الودود. الودود هو الذي يتقرب إلى عباده بالنعم وهو لا يحتاج إليهم. عارف يعني يتقرب؟ يعني يطلب حبك. عشان كده الحمد لله، الحمد لله إن ربنا اللي بنعبده هو هذا الإله. وربنا قالها لك في القرآن، قال قل، قل لهم يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أكتر حاجة تفرح بيها هي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بس حبيت أقول لك إن ربك اللي بتعبده يفرح مش لو هو راضي عنك بس، يفرح لو أنت راضي عنه. فتعال نراجع نفسنا كده، أنا راضي عن ربنا ولا لأ؟ واحد يقول لي طب أنا مش عارف أنا راضي عن ربنا ولا لأ، أقول لك تعرف إزاي أنت راضي عن ربنا ولا لأ؟ لو أي حد في الدنيا جه قال لك على فكرة أنا عندي إله تاني أطيب من ربك اللي بتعبده وأجمل من ربك اللي بتعبده وأحن من ربك اللي بتعبده، تسيب ربك وتيجي معايا نعبده؟ هتقوله لا أبدا. يقول لك بس ربك في حاجات في الدنيا سايبها وما استجاب لهاش، وربك بيؤلمك في الدنيا وبيعمل لك حاجات توجعك. تقول له ايه المشكلة؟ هو عارف مصلحتي، بيعمل لي حاجات ممكن تكون انا ما نفسيش فيها ونفسي في حاجات تانية، بس هو يعلمني اكتر من نفسي وارحم بيا اكتر من نفسي واحن علي اكتر من ابويا وامي. انت ساعتها انت راضي عن ربنا، انت كده شاري علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربك يقول لك فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. انت مبايع ربك على الرضا عنه مهما حصل في اقدار الزمان. فحبيت بس يعني افضفض معاكم كده بالمعنى اللي جالي من 5 سنين وانا بسمع سوره الرحمن في صلاه التراويح، وسمعت الامام وهو عمال يكرر ايات الجنه اخر 30 ايه في سورة الرحمن، وربنا بيجمل الجنة في عينينا ويشرح لنا جوانب في الجنة وأنواع النعيم في الجنة، يمكن نحن ونرضى ونمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله أن الله هو الله سبحانه وتعالى ولا يبقى لنا إلا الدعاء. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم انظر إلينا في هذه الأيام بعين الرضا حتى تغفر لنا جميع الكبائر التي اجترأنا بها عليك. اللهم انظر إلينا في هذه الأيام بعين الحب حتى ترضى عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من شهواتنا ومن أرواحنا ومن الناس أجمعين. اللهم انظر إلينا بعين الحب والرضا يا رب العالمين حتى تنقلنا من طريق العاصين إلى طريق المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، ونعوذ بك من عين جامدة لا تدمع حنينا عليك. اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ثبتنا حتى الممات. اللهم ذكرنا برحمتك عند نزول السكرات. اللهم ذكرنا برحمتك عند مفارقة الأرواح للأجساد. يا من لم تزل بنا برا رحيما أيام حياتنا، لا تقطع برك ورحمتك عنا بعد مماتنا. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا. وصل اللهم وسلم وبارك على راحل المساكين
والحمد لله رب العالمين. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم.